صباح الخير. في ايام كده بتبقى صاحي رايق وطالبه معاك تفطر فطار رايق. النهارده يوم من الايام دي. طب انا صاحي رايق ليه؟ هفطر اقول لكم. النهارده انا صاحي رايق عشان حاسس بسنس اوف اتشيفمنت. المفروض انا كنت شغال على assignment، والصراحة أنا في المذاكرة صعب جدا، يعني نادر أوي لما بقعد أذاكر، ولما بقعد أذاكر بضيع وقت كتير. المهم كنت عامل لنفسي جدول، اللي هو الجدول ده على يوم الاثنين، اللي هو الاثنين اللي فات كنت هخلص 1500 كلمة، ويوم التلات 2500، ويوم الأربع اللي هو النهاردة كنت هبدأ في الفلوج. تمام. طب أنا هل أنا خلصت 1500؟ لأ، أنا خلصت 1800، وهو إلى حد ما بالنسبة لي إنجاز، لان انا في العادي مليش تقول على المذاكره. غالبا لو في اساينمنت ولا حاجه بسيبه لاخر اسبوع، بس الاساينمنت ده مش هينفع اسيبه لاخر اسبوع، لان انا بعد 10 ايام برضو عندي امتحانات، فمحتاج اخلصه الاسبوع ده بالكتير عشان ان شاء الله ابدا اذاكر للمواد التانية. المهم الاسبوع اللي فات انا قلت ان انتوا ان شاء الله هتختاروا الموضوع بتاع الفلوج ده، واكتر كومنت عليه لايكس ده غالبا اللي انتوا متفقين عليه، فده هيبقى الفلوج النهارده. يلا بينا. رايح حتة ما تخافوش. طيب اول سنة في انجلترا مش هقعد اقول بقى كانت صعبة وما كنتش قادر والكلام ده كله، لان في الاول والاخر كل واحد فينا هو اللي اختار انه يتغرب ويبعد عن بلده ويبعد عن اهله وكل الكلام ده. بس بامانة اكتر حاجة كانت صعبة عليا في اول سنة ان انا كنت بعيد عن اهلي، على ان الواحد غالبا طول ما هو كان في مصر كان مقضي طول اليوم في الشارع كده كده، سواء في الشغل او في الجامعة او ايا كان او مع اصحابه. بس في نفس الوقت كنت حاسس ان انت وسط اهلك، في اي حاجه اهلك بيتصلوا بيك مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن لما جيت هنا كنت حاسس ان انا منعزل عنهم تماما. في الاول كانت كل حاجه غريبه بالنسبه لي، كنتش اعرف اي حد طبعا خالص، يعني تخيل انت في بلد ما تعرفش فيها غير مراتك بس، ما تعرفش حد تاني. اكتر حاجه كانت مخوفاني ساعتها كنت حاسس ان انا بدات من اول السطر لسه جديد. طبعا انا اتكلمت في فلوج قبل كده عن موضوع الشغل وازاي انا بدات في الاول شغلانه كاش ان هاند، وبعد كده قدمت على شغلانه بارت تايم وهكذا. فكره ان انا اطلع من مصر واجي على انجلترا، ودي كانت اول مره في حياتي اطلع بره مصر، كنت وصفت الشعور ده بانك كانك كنت قاعد بره التلاجه ودخلت قعدت جوه التلاجه بكل معانيه. بقى اول ما جيت كان البرد ده بالنسبه لي حاجه صعبه، كنتش متعود عليه خالص، خصوصا ان انا اصلا ما بحبش البرد في مصر، فما بالك بقى هنا كان عامل ازاي بالنسبه لي. فكره ان في مصر كنت بره التلاجه وجيت هنا جوه التلاجه، ممكن اربطها برضه بالناس، التعامل مع الناس هنا مختلف، تحس ان الناس باردين هنا، مفيش روح الاهل والجيران والكلام اللي انت عارفينه ده. فكان الموضوع برضه بالنسبه لي غريب شويه، ان انا كنت جاي عامل حسابي بقى ان انا جاي هلاقي حمايه وحماتي والكلام ده اللي احنا فاهمينه، بس للاسف ما لقيتش الكلام ده خالص، خصوصا ان انا زوجتي مسلمه واهلها مش مسلمين، فمثلا بشوفهم في السنه مره ولا حاجه. كنت جاي بقى حاطط امال ان حمايه ده هيكون زي والدي، واخو مراتي ده هيكون زي اخويا والكلام ده، بس ما حصلش. في لحظه لقيت نفسي لوحدي انا وزوجتي في وسط العالم الغريب ده. واحده واحده بدات اتاقلم والموضوع بقى سهل. المهم انا غالبا اخد بريك اخش اجيب الاولاد مدرسه وارجع نكمل تاني. طيب اول ما جيت في الاول كنت عندي فكرة ان هاجي هلاقي الفلوس مترمية على الارض وهعبي في شوال،
زي اي مصري يعني، او اي حد بيتغرب بيفتكر ان او بيبقى عنده او سامع ان اللي بره دول هيعبوا الفلوس في شوالات. طبعا جيت في اول سنة لقيت ان الدنيا عكس الكلام ده خالص. الموضوع هنا مبيختلفش عن اي مكان تاني، لازم أن تشتغل وتعمل اللي عليك وتفحط نفسك عشان في الاخر توصل اللي انت عايزه. غالبا كمان انت اي قرش بتحوش في ال3 سنين الاولانيين دول انت بتصرفه على الفيزا والاقامة وكل الكلام ده، فالفلوس بتطير. نرجع تاني لاول سنة. يا الصراحة اول سنة دي عدت بسرعة جدا، كمان ما حسيتهاش. اللي ساعدني في ده ان زوجتي انجليزية، فاي حاجة غريبة كانت هي بتفهمهاني وتعرفها لي، فده يمكن كانت حاجة كويسة ليا ان انا معايا حد جنبي من البلد يفهمني الحاجات اللي انا مش فاهمها. من اكتر المعضلات اللي انا قابلتها اللغة، مش اللغة نفسها بس الاكسنت. يعني البريتش اكسنت دي غريبة. في الاول انا كنت بقول لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا بتنطقوا اصلا انجليش ولا انتوا بتتكلموا لغة تانية؟ خصوصا وان كل منطقة وليها اكسنت معينة. يعني احنا في حتة اسمها يوركشا، في اكسنت هنا مختلفة تماما عن اليو كي كلها. تلاقيهم بياكلوا نص الكلام، وحرف التي ده ما بيتنطقش، بيتقال ايه، وهكذا. في الاول كنت بقعد اتريق على زوجتي واقول لها ايه الاكسنت اللي انتوا بتتكلموا بيها دي، بس مع الوقت اكتسبت نفس الاكسنت، بقت هي دي الاكسنت اللي انا بتكلم بيها unfortunately. نيجي بقى للجزء الثاني من السؤال ده، الا وهو نظرة الناس ليك كمسلم عربي. ابقى بكذب لو انا قلت ان انا حاسس ان في فرق كبير في المعاملة كراجل. خلي بالكم الحتة دي، كراجل. ليه بقى؟ لان انا زوجتي العكس. يعني ايه؟ يعني اللي زوجتي بتشوفه من نظرات الناس واحيانا التعامل بيختلف تماما عن اللي انا بشوفه. ليه بقى؟ لان انا واحد بيلبس عادي وزي اي شاب هنا، سواء ربيت دقنك او مربيتش دقنك كده كده مش تفرق، لان هنا الدقن بقت موضة، فالموضوع للشباب مختلف. لكن مثلا زوجتي عشان بتلبس حجاب وكده فباين عليها ان هي مسلمة، معروف ان هي مسلمة، فطبعا احيانا بتقع في مواقف مش كويسة، بس الحمد لله يعني لحد دلوقتي ما حصلش حاجة يعني ميجر. اغلبيتها كلها مثلا ممكن يكون في 2 ستات مثلا بيتكلموا مع بعض، وهي تسمع ان هما بيتكلموا عليها بكلام ايه ده، دي منين، دي مش عارف ايه، عشان لابسه حجاب وكده، فعلى طول بيفتكروها ان هي مش من هنا. فاحيانا بيتكلموا كمان على اساس ان هي ممكن ما تكونش فاهمه، يعني هما بيتكلموا انجليش بيقولوا لبعض حاجات ويفتكروا ان هي مش فاهمه وهي عارفه كل حاجه ما بيقولوها. فزوجتي كمان من النوع الخجول جدا، فاللي هو لو سمعت حتى حد بيتكلم عليها اللي هو مش تروح تقول لهم انتوا بتتكلموا عليا ليه، لا، اللي هو خلاص بتسمع الكلام وكده تمام. لكن انا بالعكس تماما، انا لو شفت حد بيتكلم عليا او لو انا كنت معاها وشفت حد بيتكلم عليها انا ممكن اكله يعني بسناني. فعلا حصل معانا موقف قبل كده، كنا في المول وانا وزوجتي في الاسانسير، وكان معانا يوسف بالبرام، وكان في واحد وواحده جايين يخشوا الاسانسير، فالمهم وسعنا لهم عشان يخشوا. فالمهم الراجل اول ما دخل بيقول ايه القرف ده، دي حاجه تقرف. فانا استغربت، انا سمعت ده حقيقي؟ المهم رحت لفف له واقف قدامه، فبقول له بتقول ايه؟ قال لي لا 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 بقولش حاجه. فاللي هو غالبا اغلبيه الناس بتبقى فاكراك انت كمان ما بتتكلمش اللغه او انت مش فاهم، فبيقولوا اي حاجه. انا غالبا كده جاوبت على السؤال ده، فهاخد بريك اروح الجيم وارجع لكم تاني. يوسف يوسف كوم. لا 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 عشان زملكاوي زملكاوي.
جيت سوبر ماركت وبعد ما دفعت الست ادتني الكويونات دي. ليه بقى الكويونات دي؟ تعالى اوريكم. المفروض ان الكويونات دي اختار واحد من الثلاثه دول احط فيه كوين. الثلاثه دول ثلاث مشاريع، عشان اشتريت ثلاث شنط بلاستيك، فكل شنطه بكوين وكل كوين بفوت، يعني تصويت. فانت بتصوت لانهي مشروع حابب ان الفلوس بتاعت الشنط دي تروح للمشروع ده. فانا اخترت مثلا المشروع ده، احط الكوينات هنا وكده. انا عملت فوت للمشروع ده ان هم يفتحوا اوت دور جيم اللي تحت 14 سنه، بحيث ان هم يقدروا يشجعوا الشباب الصغير ان هو يروح الجيم ويبقى مور هيلثي. ف والفيديو اللي انت شفته دلوقتي ده غالبا اسهل رد على السؤال اللي اتسال، هو ليه الغرب متقدمين عننا. ببساطه، في الغرب في اسلام بدون مسلمين، هم بيعملوا حاجات بسيطة جدا الإسلام بيأمرنا بيها وإحنا بنعملهاش. الأمانة، مساعدة المحتاج، والنظام العادل. غالبا 80% من الشركات هنا بتعمل charity work زي اللي نشوفته دلوقتي في السوبر ماركت ده. أنا شخصيا ما يفرقش معايا إذا كان ماركتينج ولا مش ماركتينج، بس في الآخر بيقدم حاجة للكوميونيتي، بيقدم حاجة للناس تنفعهم. كان ممكن كل بيزنس ناجح يقعد يكون في فلوس ومش محتاج يعمل تبرعات، مش هتفرق معاه في حاجة، لكن مش دي الطريقة اللي هما بيتعاملوا بيها هنا. كل واحد بيعمل خير على قد ما بيقدر. واخيرا السيستم، الناس دي بتعرف تعمل سيستم وتمشي عليه. يعني لما تعمل مخالفة بالعربية او ايا كان وتتعاقب عليها وتعملها مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة تتعاقب هتتعلم انت بتعملهاش تاني. بس وده كان رد بسيط على السؤال ده. حاجة اخيرة، لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب بليز. شكرا.